ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري. سيد محمد مرحبا بكم. يعني بداية، لماذا تصاعدت مطالبات ودعوات زعماء الميليشيات للبدء بحملة أمنية لما تصفه بتطهير حواضن الإرهاب في منطقة حزام بغداد؟ ما سبب في ذلك سيد محمد؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. المناطق وأقضية حزام بغداد يراد لها أن يكون حزاما مسلحا، بدل ما هو ما تعارف عليه بأنه حزام مدني وحزام اقتصادي لما يحتوي على الزراعة. وبالنتيجة نحن نعلم جميعنا بأن السنوات التي مضت كانت هنالك توجهات لمحاصرة وتهجير وإحداث تغيير ديموغرافي في هذه المناطق تحديدا، كون أن هذه المناطق لديها خصوصية استراتيجية في ربطها ما بين بغداد وما بين المناطق الأخرى، وهي بالنتيجة تمر بالطريق الذي يسمى بطريق الطريق الإيراني وطريق الحرير من إيران وصولا إلى البحر المتوسط. فبالتأكيد سيدي، العمليات التي نشهدها هي عمليات تعسفية وعمليات قسرية ضد المدنيين لا توجد لها مبررات أمنية حقيقية. سيد محمد، لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء، من وجهة نظركم ألا تذكر مثل هذه الدعوات الطائفية بالدعوات التي سبقت عام 2014، وذلك عندما سيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق؟ ألا تخشى الحكومة من أن يتكرر هذا السيناريو مجددا؟ يعني هو سيدي نفس السيناريوهات، هذه الحكومة تمارس نفس السياسة ونفس الأطر بنفس الأدوات. والتصعيد اليوم نحن نعلم وأصبحنا على تجربة بما تقصد به هذه الحكومة من تصعيد ضد منطقة معينة، بما يعني أن هنالك عمليات تهديم وتدمير وتهجير واعتقالات سوف تصيب هذه المنطقة، وبالتأكيد على خلفيات طائفية وخلفيات لا تمت إلى الوضع الأمني وإلى محاولة الاستقرار. هذه العمليات كما شهدناها وعلمناها هي لا تخدم مناطق هذه سكان هذه المناطق، بالعكس بل هي تؤذي سكان هذه المناطق، ومما يخلق أجواء تباعد ما بين المواطنين وما بين القوات الأمنية، وفجوة كبيرة يستغلها بالتأكيد تنظيم الدولة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية. سيد محمد، هناك من يقول أن تصاعد ما يوصف بالهجمات الإرهابية إنما هو في الحقيقة عملية استدعاء لما يسمى الإرهاب لتكون مبرراً للشروع ربما بحملة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. ما مدى دقة هذا الطرح؟ بالتأكيد سيد، هذا الطرح دقيق وصحيح، كون أن هذه الميليشيات وحتى التوجهات الحكومية نحن واضح عليها بأنها هنالك عمليات خلق أعذار وخلق أسباب من أجل إحداث حركة جديدة، إحداث إرباك جديد. واليوم نشهد بأن هذه العمليات تصاعدت في هذه الفترة، مقابلها تحشيد إعلامي كبير وتحشيد أمني كبير لاستهداف هذه المناطق، فهذه لم تكن احتياطية، بينما أعلنوا مرارا وتكرارا على عمليات انتهاء تنظيم الدولة وانتهاء داعش وعمليات نصر كبيرة قد حدثت، ثم نتفاجأ بوجود مثل هذه المعلومات وهذه التحركات الجديدة. سيد محمد، ثمت مفارقة أن صوت زعماء الميليشيات التي تحذر من عودة تنظيم داعش صوتها ربما يكون أعلى من صوت الحكومة التي يفترض أن التصدي للإرهاب من مسؤولياتها الأولى، بماذا تفسر ذلك؟ سيدي، الحقيقة اليوم الوضع الأمني في العراق، الملف الأمني في عموم العراق هو بيد ميليشيات الحشد الشعبي، لا ليس بيد الحكومة ولا القوات الحكومية والقوات الأمنية، وخصوصا في هذه المناطق من بغداد، حزام بغداد وصعودا حتى الموصل. هذه مناطق نفوذ إيرانية، مناطق نفوذ هذه الميليشيات هي من تتحكم وهي من تصدر القرارات. القوات الحكومية اليوم أصبحت تابعة لهذه الميليشيات، قوات ساندة لهذه الميليشيات لا أكثر. من العاصمة الألمانية برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لكم.